اتهمكم اتهمكم ان لكم علاقات وطيده بحركه تهريب المخدرات في المنطقه وبان لكم اطلع عندي في جماعات التهريب ويتحدث عن ارقام واحداث محدده. هل تحديثكم عن ما هي الاحداث التي تحدثنا؟ يتحدث عن المغرب. انا لست في استشاري مع لا 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 ابغى نعرف هو موجوده في الاعلام وزاره الخارجيه. هل تحدثكم عن اغراق المغرب في المنطقه المتقدره هو رد على هذا التهم التي توجهها المغرب ام هو لا؟ نحن ندعوك سيدي الصحفي المستقل وكل الصحفيين المستقلين وغير المستقلين أن يأتوا إلينا في الأراضي المحررة وفي المخيمات ويرون كيف أن الجيش الصحراوي أمام الحزام، حزام الذل والعار الذي يسميه المغرب الحزام الأمني، يوميا يواجهون المخدرات التي تأتي في السيارات وعلى الجمال والحمير حشاكم وعلى البشر، على البشر. إغراق الجزائر والصحراء الغربية والأراضي المحررة وموريتانيا والبحر وإسبانيا وتقارير الأمم المتحدة، ليست الجبهة البوليزاريو التي تتهم المغرب، الأمم المتحدة في تقريرها وتقرير الولايات المتحدة الأمريكية التي ليست عدوا في المغرب، أن المغرب 80% من القنب الهندي هي إنتاج مغربي. المغرب المنتوج الخام المغربي السنوي حسب وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير 100 مليار، 25% 24 كذا منها بالمئة تأتي من المخدرات. 2 بنك في طنجة وبنك في الدار البيضاء هي لتبييض الأموال في أموال المخدرات. إذن ليست الجمهورية الصحراوية ولا البوليزاريو هي التي تتهم المغرب، هذا واقع. نحن نريد منكم مسألتين: أن تقوموا بتحرياتي بأنفسكم، وتأتوا إذا قبل المغرب ذلك منكم للمناطق المحتلة، للعيون، للداخلة، وترون أن من 75 في المدن الصحراوية لم يوجد حتى أثناء الاستعمار الإسباني، أثناء الحقبة الإسبانية، لا توجد مخدرات في الشوارع، لا توجد دعارة، لا توجد حانات. أغرقوا يحاولون تغيير البنية الديموغرافية باتيان بالمغاربة إلى المناطق المحتلة، ولكن أغرقوا العيون والداخلة وبجدور والسمارة بالمخدرات وببيوت الدعارة التي لم تعرفها الصحراء الغربية قبل الاحتلال الإسباني. إذن لا لا لا، نحن نريد منكم المستقل، والمستقل هو إنسان محايد. نريد منكم، وأنا داعيك لتأتي المخيمات وتأتي الأراضي المحررة، ولكن لتعيدني أمام الحضور أنك ستقوم بتحري وتطلع على قرارات تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي تقريره الأخير حول الأدروك، وتعرف شنو من هو المنتج ومن هو الذي يورقه. نعم نعم، سؤال أخير، خلي سؤال أخير، خلي عفوا. هذا العرض أقبله علنا، وبالمناسبة هو عرض كان مهم لسنوات. أنا أريد أن أزور مخيمات، أزور منطقة بوليزاريو حتى أتحرى بنفسي. ياك مالك من ذوك اللي دافع لهم المغرب؟ لكن ياك مالك المحمدي؟ ياك مالك المحمدي؟ لا لا لا، انا قدمت دعوه، انا قلت لا لا لا، ما فهمت. هناك دعوه لرسميه، هناك دعوه لرسميه. لا لا، هامري معالي الوزير، معالي الوزير، اترك هذا الموضوع. السؤال الاخير في ملف حقوق الانسان، في ملف حقوق الانسان هناك حديث عن قمع داخل مخيم، داخل مخيمات وانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان. وهنا في مجتمعنا عندنا احد عناصر السوبيزاريو مصطفى السلمي موجود عندنا، ممنوع من شرطي، ممنوع من ايوه، واحد البوليزاريو، واحد البوليزاريو، واحد البوليزاريو. انا اسف، هذا ليس سجال. كمل، تفضل. صح، تفضل. هذا الملف والذي يتهمكم فيه المغرب، هل فعلا بهذا المستوى من الخطوره التي تتحدث عن الارقام التي تقرا المغرب؟ ومصطفى السلمي موجود عندنا حالا، حالته موجوده، لا يستطيع ان يسافر ولا يستطيع ان يعود، ومحروم من اسرته، من لقاء افراد اسرته. طيب، هو طيب، منين قلت لي هذا؟ أقصى، هل ممكن أن تأتينا بمنظمات حقوق الإنسان الموريتانية كاملة وتجيب معك الصحافة المحايدة الفرنسية
بين قوسين بين محايدة. ما تحددتم أي حدد الشخص الأصلي؟ إيه بدل المحايدة قلت لك محايدة. إيه أنتم في طبعا حتى ولي محمد راه محايد. المهم إيه محايد بعد محايد حتى مولي أصل حق. إذا نسب أستاذي ويشرفني حق الله والله أعرف فهمنا إحنا ذا كامل. المهم المهم بعد وزير حتى أنا فهمتك ثاني. المهم المهم أسلوب أسلوب رمي الناس أسلوب رمي الناس والتهامة بعد البداية. بعد وزير هلا إليك تدافع عن حق بعد طيب. 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 لا لا ماني متهمك. ما. اتهمتني عن البدايه. لا حن طلعت لود لله. انا قلت انا قلت لك معي وزير ما تم قضيه سجال شخصيات لود لله. طيب 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 المنظمات داعي المنظمات الحقوقيه موريتانيا وغير موريتانيا لزياره لتشكيل وفد. وبالمناسبة بالمناسبة دعينا أمام العالم في الاتحاد الأفريقي وفي الأمم المتحدة دعينا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق من الأمم المتحدة رفض المغرب لتأتي إلى المناطق المحتلة لتقف على ادعاءات ما يسمونه ادعاءات البوليزاريو والمخيمات لتقف على ادعاءات المغرب او الذين في فلك المغرب لتقفوا على الحق رفض المغرب. المغرب وهذا في الوثائق في الاتحاد الافريقي في هذه القمه يرفض للجنه الافريقيه الموجوده في بانجول لجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب ان تبعث بلجنه تقنيه الى المناطق المحتله. زارت المخيمات وزارت المناطق المحرره رفض المغرب وهذا موجود ومن قرارات الاتحاد الافريقي. المغرب طرد المراقبين الافارقه في من ضمن المينوسو وهم موجودين الان في كواليس هذه القمه والمغرب يرفض ان المغرب رفض لي يوم رايت واتش وامنيستي انترناسيونال وكل المنظمات الحقوقيه ان تاتي لزياره المناطق المحتله في الوقت تزور يوميا وهي متواجده في المخيمات. إذن الشرطي والسلمة اختار أن يؤيد المغرب من حقه لكن أنه متابع أو مضطهد هذا كذب. طيب هناك من الصحراويين الذي خانوا قضية الشعب الصحراوي مسؤولين ألم يخن بعض القادة المشهورين الموريتانيين في التاريخ وذهبوا إلى المغرب وقالوا أن موريتانيا مغربية؟ هل هذا لا يغير الشعوب؟ أن سلمى والسلمى يبيع نفسه للمغرب فهذا شأنه لكن مضطهد ليس مضطهدا. موريتانيا لم تلاحق لا العمير ولا ديول سيدي بابا ولا حرمه البابان. لا إذا نعم نعم بعد بس نتكلم عن موضوع الجهاد ومصطفى النادي ومصطفى السلمى ممنوع من زيارة افراد السلطة وافراد السلطة لا لا هذا غير صحيح غير صحيح.